وانا حاسه بغضب اكتر من اي حاجه، اكتر من الخوف حتى، وده مضايقني. انا بمشي في الشارع، اي حد بيعمل لي اي حاجه مش عجباني بقف ازعق او اعترض، او حتى احيانا بتكلم بشكل بالمنطق. يعني انت بتعاكس، طب يعني انت عايز تتعرف على بنت، روح يا بابا نادي، روح اي مكان، روح كافيه اقعد كده وتعرف على البنات القعده. لكن فكره ان انت واحده واقفه في الشارع مستنيه الباص بتاع الشغل، فانت معتقد ان انت بسهوله هتشقطها يعني. بس ده بيضايقني. انا مش مضطره امشي اوجه الناس، انا عايزه امشي وبس، عايزه استمتع بمشي في الشارع. لو تروح وتقول مسافر مين، اسال علينا مين، اسال علينا. لو تروح وتقول مسافر مين، اسال علينا مين، اسال علينا. دلوقتي بقت القاعدة إن الناس تبقى ماشية مبوزة، بقى صعب جدا إن تلاقي حد مبتسم. ولو بالصدفة أنت بتبتسم وإعجبت إنك في حد، في عين حد، لو ولد ممكن يمشي وراك، لو ست هتبص لك من فوق لتحت. هي قدامنا حلين، يا الناس الأهل الأصليين أو الناس اللي عندهم الأفكار الأصلية يحاولوا إن هم يأثروا بأفكارهم الصحيحة على الناس التانية، يا الحل السلبي إن أنا أشوف لي حتة تانية. محرم بيه؟ فين محرم بيه؟ في وسط البلد. فين؟ في أي مدينة؟ اسكندرية. نفسك تعيشي فين؟ في كوم الدكة. فين كوم الدكة؟ في وسط البلد، في اسكندرية برضو، بس هي تعتبر أقرب لوسط البلد. طيب احكي لنا عن عيشتك في كوم الدكة. هي أهم حاجة فيها الناس. حاجة تانية ان في قهوة في كوم الدكة اسمها فرج، انا بحب اقعد عليها والعب عليها دومينو. الحاجة التالتة الاحتفالات بتاعت ميلاد سيد درويش، بتبقى في المنطقة دي، انا بعشقها اوي، بعشق الاحتفالات دي، بستنى اليوم ده يعني كل سنة، لان بيبقى فيه طبقات مختلفة، بيبقى فيه ناس مش شبه بعض، وبرقص في الشارع، وانا كان حلمي ان انا يعني ارقص في اي مكان، فانا بحب عشان برقص في الشارع ومحدش بيبص لي، اللي هي دي بترقص او بتدخن في الشارع مثلا، دي بتعامل على اساس ان دي حاجه حريه شخصيه. لا، ما بقدرش اعيش كده في محرم بيه، ما اعرفش، يمكن عشان دايما المكان اللي احنا اتربينا وتوجدنا فيه دايما عندنا العادات، اللي هم دول الناس اللي عارفيننا، دول الناس اللي عارفين اهلي، ومتعودين ان اهلي بيتعاملوا بالطريقه دي او بيتصرفوا بالطريقه دي، فانا لازم اتصرف، لاني لو عملت حاجه كده فمش هتاثر عليا، هتاثر عليا انا وامي واختي وبنت خالتي وبنت عمي. انت بتقعدي في القهوه في محرم بيه؟ لا. انا ياسمين فتحي، عندي 27 سنه، بعزف عود، ما بشتغلش حاجه تانية غيره. بحب في نفسي ان انا طويله، و ما بحبش شكلي اصلا، مش عارفه ليه. بحب الراجل يكون يكون مسؤول جدا عن كلمته، محترم كلمه نفسه هو، يعني بينه وبين نفسه. بحب اكل مكرونه جدا، وبحب اكل الكوسه. اسمي شيماء حامد، 28 سنة، بكتب قصص قصيرة ورواية. محبش الظلم، محبش الدوخة، ان احنا ان الشخص ملاقيش معيار او حاجة يحتكم ليها. بحب ايديا، بحب شكل ايديا، والحمد لله راضي عن شكلي، يعني ما عنديش مشكلة مع شكلي خالص. ما بحبش ايه فيه؟ ان انا عندي لما في استجابات على طول. بحب الاكل الحامي، و بحب الاكل، بحب يعني جميل. بكره السبانخ، مبحبهاش ابدا. Thank you.
اشتغل اخصائية نفسية مع بنات الشارع، بحب الناس البسيطة. نفسك تعيشي فين؟ في باريس. احكي لنا عن باريس وعيشتك فين. بلد فيها حرية، فيها فن، بقى مستمتعة فيها. عايشة في لوران في اسكندرية، عايزة اعيش في روما في ايطاليا، يعني تكون بلد جديدة اخد راحتي فيها، يعني اعمل حاجات جديدة ما عملتهاش قبل كده، اتعرف على ناس احسن. طبعا في مصر في ناس كويسة جدا، يعني ذات الخير. هننزل دلوقتي، هنخرج مشى في الشوارع، يعرفوني عليها بقى، لسه جايه جديده. تغيير يعني، مش اللي هو انا زهقانه من مصر حاجه. اشمعنى روما؟ بحبها يعني. درست، انا بدرس دلوقتي لغتها، وعايزه اتعرف عليها اكتر، اشوف بقى اللي انا بدرسه عنهم ده صح ولا لا. وانت ماشي كانك بتتكلمي مع الناس في روما. بس انا ماسكه حد ماشي، خد بالك. ده خطيبك؟ لا، عايزة ماشيين كده، عايزة خطبة أول. ده راجل ولا ست؟ مش عارف، ماشيين اهو. اتكلمي معاه، اتكلمي معاه اتفضل. هاي، لا انا عادي مستعدة. تشتغلي ايه في لا لسه ما بشتغلش، بس لو بدور على فرصة عمل بقى. مين بيصرف عليك هناك؟ بيبعتوا لي فلوس من مصر، ساعات باخد من اللي كنا بنمشى مع بعض ده، باخد منه فلوس. مش مصاحبة لله للوطن يعني. يعني ممكن تكون مشكلة الشغل، او ان في ناس تانية متعصبين مثلا، كمثلا كاني مسلمة، في اكيد ناس رافضة ان انا اكون ماشية بالطرحة. في ناس شايفة التحرر بطريقة، ناس شايفة بطريقة تانية، يعني مشكلة واحدة. الناس اللي ممكن تقولي لأ ما تمشيش، ده غلط، ده عيب، ده حرام، أنا عارفة كويس الغلط والعيب. بحري، منشية كده. بقوم من النوم الصبح أفتح الشباك ألاقي البحر، يا سلام، شيء رائع جدا. أقعد بالبلكونة كده بقى وأعمل فنجان قهوة كده. الصبح بدري همشي لوحدي، ما شاء الله، اتفرج على الكورنيش، ممكن اقعد على سور البحر القديم، اسمع الام بي 3 بتاعي. لا طبعا ما اقدرش اعمل كده في وينجت، يعني اخري هحط ام بي سي اسمع عليه المزيكا اللي انا عايزاها. بس انا بحب اتفرج على الناس. اغني وانا ماشي في الشارع وامشي كده بالاريحيه دي. لا انا بتخيل، بقضيها تخيل. جربت على فكره قبل كده، جربت سيدي بشر في حته اسوأ من وينجت، شارع المسرح. الناس كانت بتقول استغفر الله العظيم، كنت بدندن يعني، ما كنتش حتى بغني بصوت عالي، مجرد بس بهمهم وانا ماشيه. استغفر الله العظيم، في واحده وانا نازله في نفق في رشدي بدندن انا واحده صاحبتي، قعدت تستغفر بصوت عالي عشان انا بدندن، وتقرا الفاتحه بصوت عالي، بصوت عالي جدا. ما كنتش فاهمه ايه المشكله، ايه التعارض، ايه وجه التعارض يعني. بقى الفكره في ايه؟ ان الناس بقت اسهل حاجه عليها انها تستخف بيك،
بقت سهلة جدا انها تستخف بيك. فتقول تعليق غبي جدا تخترق بيه مساحتك اللي انت ماشي بيها، ممكن توصلك بصة سيئة حتى لو انت ماشي بتعملش حاجة ولا بتدندن بقى ولا بتعمل. ستات او رجال الموضوع مش موضوع اثارة غرائز، موضوع ان اي حد بيحاول يبتسم حتى في الشارع ممكن يفهم غلط. دلوقتي بقت القاعدة ان الناس تبقى ماشية مبوزة. يوم الوقف المفروض انا كنت هخرج واتفسح وانزل مع صحابي، فاليوم ده المفروض كنا هنسهر بره، بس انا ما قلتش لماما اليوم ده ان انا هتأخر. في يوم كنت نازله رايحه البروفه، كنت لابسه فستان كده شكله بنانيتي قوي، شكله اطفالي احمر وكم بس كان قصير شويه. كان عندي فرح واحده صاحبتي يعني انتمتي جدا يعني، وانا بس كنت عايزه ابات معاها يوم الفرح، يعني الفرح هيخلص متاخر يعني بعد الساعه 12 بعد نص الليل، فاتاخرت ورجعت البيت الساعه 1:15. اول ما فتحت الباب لقيتها قدامي. ازاي تتاخري كل ده؟ انت مش عارفه ايه، وفي بنت تتاخر كل الوقت ده، وعملت هيصه يعني وموال. فلقيت حد بدقني كده من الصينيين ماشي ورايا وبيردد كلام كده، الاول ما كانش مفهوم، بعدين سمعته بيقول لي روحي اتحجبي حاجه كده، وبعدين لقيته عمال يستغفر ربنا ومش عارفه بيدعي عليا ده ولا بيعمل ايه بالظبط يعني، بس هو كان بيتكلم بسماجه قوي. فانا كل اللي عملته ان انا لفيت ورايا وقلت له في ايه. فبابا اليوم ده مرضيش خالص ان انا بقيت. المهم خلصنا الفرح وانا كنت متوقعه ان هو هيجي ياخدني، انا وصلت له المكان وكده، بقت الساعه 2 وهو ما جاش. فانا طلعت معاهم البيت، البيت كان قريب من مكان الفرح، طلعت البيت وغيرت هدومي وكلمته قلت له خلاص يا بابا انا حبيت. فقال لي لا مفيش، انزلي دلوقتي. قلت له بابا الساعه 2 بالليل يعني احنا بعد نص الليل هننزل ازاي يعني. قال لي لا ما ينفعش تباتي وما ينفعش انا ما عنديش بنات تبات بره البيت والناس يقولوا علينا ايه، مش هتتكلم عليكي واي حد يجي يسال عليكي هيقولوا انك بتيجي البيت متاخر. وقلبت الدنيا يعني، حاولت افهمها بالراحه، طيب يعني النهارده الوقفه وكل الناس كل وقت ده بتتاخر يعني عادي ما فيهاش مشاكل والدنيا زحمه اساسا، الناس بقت كتير قوي وما كانش لهم اي موقف غير ان هم كلهم جم معايا، وانا كنت مش بتكلم خالص، انا كنت واقفه اتفرج على شكلهم. والمشكلة برضو ان هما اكتر اللي جم ضدي الستات او البنات اللي هما اللي زيي، واللي شايفين برضو ان انا شكلي مش مثير او شكلي مش مقزز او شكلي ما يصيرش اي حاجة يعني. فكلهم جم ضدي قعدوا يقولوا ما هي البنت دي هي اللي لابسة كده، ما هو عنده حق، ما هو شايف ان كده مش هينفع، وبناتنا ومش بناتنا. وكل الرجاله لقيتهم برضو بيتكلموا بالمنطق ده، مع انا مفيش منطق في كلامه. هو بيقول انا مش عايزك تباتي بره البيت عشان انا بخاف عليكي، وفي نفس الوقت تعالي الساعه 2 بالليل لوحدك عشان انا تعبان مش قادره انزل، وانا اوريدي متفقه معاه ان هو هيجي ياخدني، فبعني تماما وتعالي انت تصرفي بس ما تباتيش بره البيت عشان انا ما عنديش بنات تبات بره البيت. ونقيس على ده بقى حاجات تانية كتير، سفر ممنوع ان شاء الله، حتى يعني لو حابة اقضي يومين مع صحابي بنات برضو في سيوة في سينا في اي حتة لا. ما لما عمتك يتصلوا قال لهم ايه بتتفسح مع صاحبتها يقولوا علي ايه ما عرفتش اربي. في حين ان اخويا مثلا ممكن يقرر هو بره ان هو مش هيبات النهارده في البيت وما بيتصلش. لو كنت بقى كنت سهري براحتك وكنت عادي براحتك، بس الناس هتتكلم عليكي بشكل مش كويس. وقعدت بقى تتكلم اليوم ده بالطريقه ديت يعني، وقعدت كذا يوم بعديها لما كنت اجي مثلا متاخر لغايه الساعه 9 ولا حاجه تعمل لي موال، ازاي تاخري بالشكل ده. نفس الناس اللي بيبصوا لي ويشوفوا ان انا شكلي كويس وبيبدوا اعجابهم هم اللي كانوا واقفين ويا حول الله يا ربي وايه البنت دي. فانا كل اللي حسيت بيه ساعتها ان انا عايزه اعيط، وانا كانت دي حاجه مش سهله ان انا اعيط في الشارع، ان انا اعيط اصلا قدامها. ف
فاني اوصل للدرجه دي دي حاجه بشعه بالنسبه لي، ان انا اعيط في الشارع والناس تتفرج عليا. والموقف العكس كده، ان انا لقيت ولدين شكلهم طبيعي جدا وولاد شكلهم لذيذ جدا، هما اللي خلصوني من الموقف ده، وهما هما اللي خدوني من وسط الناس دي كلها ومشوني، وانا ما كنتش فعلا عارفه اتصرف. بس هي مع الوقت ما يعني انا ما بقتش احط في دماغي يعني. نفسي اعيش بمصر، مش عايزه اعيش بره مصر. بص انا عايزه اسافر والف ازور اماكن كتير يعني، بس انا عايزه افضل عايشه في اسكندريه. فين في اسكندريه؟ في وسط البلد، او في وسط البلد، في المنشيه، في بحري كده يعني. ما انا بحب اسكندريه اكتر من القاهره، عشان المدينه نفسها احلى وشوارعها احلى وانضف من شوارع القاهره. فكره ان انا انزل الصبح مثلا من بيتنا وانا رايحه الشغل، ورايحه مثلا انزل على شارع فؤاد، انزل على صفية زغلول او سعد زغلول، اطلع على البحر كده اشوف القلعه اول ما اصحى من النوم، الفكره مغريه جدا بالنسبه لي يعني. انا بنزل من بيتنا بشوف القطر، دي حاجه مش ممتعه خالص يعني. الروح نفسها، مش هقدر اقول لك فلان وفلانه، الروح نفسها بتاعت الجماعه على بعضها، هي دي اكتر حاجه حبيها يعني. مع الجو، مع المطر اللي هيجي في الشتاء اللي انا ما بشوفوش كتير، بشوفه نادر جدا في القاهره. انا يعني بص بحس ان انا فكيت، بحس ان انا طايره. الجيبات، انا بحب البس جيبات واسعه، لما الهوا بيطيرها كده بحس ان انا طايره، بحس ان انا في عالم اخر يعني. بس عندنا مشيتي بتبقى مختلفه، انا ببقى نازله من البيت ببقى ماشيه زي العسكري يعني، ماشيه كده وعندي العدسه دي كده مكشره، وببقى ماشيه بحده كده وخطوتي واسعه جدا، وبيبقى الوضع صعب. لكن وانا ماشيه في البلد ببقى على راحتي، ببقى حاسه ان انا مستمتعه بكل حته، بالرصيف حاسه ان انا حتى الطوب بتاع الرصيف مصاحباه يعني، البحر، الهواء، مشيتي بتتغير حتى.